ما كانت المشاهدات مرة قوية. بعدها قلنا يمكن جو ولا ما هو جو كوميدي، إنه ما ضحك. فمسكنا خط درامي وعملنا وقتها مسلسل موتى انشورا بيننا. وموتى انشورا بيننا كان أول مرة تعاملنا مع فارس نستثمر في هذه الموضوع. يعني في التجارب السابقة هذه كلها ما استثمرنا أي شيء، فقط هي كاميرا ومرات نجيب كاميرا من أخويا كان معاها ونصور. هذه أول مرة كنا قررنا نحط فلوس من عندنا نشتغل. كيف كان العملية هذه؟ أولاً أنا تركت مجالي، كنت شغال في مجال ما له علاقة أبداً في مجال صناعة الأفلام وصناعة الأفلام. فتركت هذا أول خطوة. ثاني خطوة اشتغلنا على يعني مسلسل برنامج يوتيوب كان مع شباب بيتر اسمه كلمنا. برنامج علم اللغة الإنجليزية. كون معك صريح أنا فارس ما كنت أتابع في البرنامج، كنت أتابع. لكن في الأخير طلع وراء فلوس. خلينا نعيش في السجن. فالفلوس اللي جات هذه أخذنا منها عائلة بسيطة ومولنا فيها المسلسل الثاني اللي هو كان شو. وهذا اللي عملناه والحمد لله طلعنا في 5 حلقات. فكانت كلها عن تجارب، بس التجارب يعني قالت علينا اللي عملناه كان يسموه بايلوت، اللي هي تعمل البايلوت تعمل حلقة وتروح للمستثمرين بيسكلي وتشوف مين الناس اللي مهتمين. فاحنا كنا نسوي هذا الشيء بس ما كنا نعرف انه هذا مسماه. عملنا بايلوت ورحنا على طول شباب يوتيوب صاحي تلفاز. فهنا كانت اول مره التقينا فيها شباب تلفاز. هذه الفتره تقريبا اول لقاء كان بيني وبين الشباب. بعدين اشتغلت مع بعض تلفاز. لا بس ما كانت يعني البدايه كانت العلاقه اللي بيننا وبين تلفاز.